ايه يا شباب، حد فيه عنده سؤال في اللكتشرز اللي فاتت؟ ها، ولا ندخل في اللكتشر الجديدة؟ هل حد عنده أي سؤال في اللكتشر اللي فاتت ولا إيه؟ يا شباب، لا دكتور، كله واضح. طيب تمام. هل السلايدز واضحة؟ أيوة واضحة يا دكتور. طيب خلوا بالكم بقى، احنا التو ليكتشرز اللي فاتوا احنا كنا بنتكلم على الفاندمنتالز بتاعه الامج بروسيسنج، اللي هي تشابتر 2 في التكست بوك بتاع ديجيتال امج بروسيسنج بتاع جونزاليس. اوكي، دلوقتي احنا هنبتدي في ايه بقى؟ احنا هنبتدي في تشابتر 3. تشابتر 3 هو ايه؟ وان هو عايز يعمل بروسيسنج على الامج في التايم دومين. هيعمل بروسيسنج على الامج في التايم دومين، دي اللي بنسميها سبيشال فلترنج او سبيشال دومين. يبقى انا شابتر 3 و4 انا هعمل شويه فانكشن هستخدم فلترز على الامج بتاعتي. طيب كويس، شابتر 3 هيتكلم على السبيشال دومين، شابتر 4 هيتكلم على الفريكوينسي دومين. يبقى انا اقدر اعمل بروسيسنج على الايمج بتو دومين. اللي احنا هنبتديه النهارده هو ان احنا عايزين نتكلم على تايم دومين، او اللي بنسميه في التو دايمنشن سبيشال دومين. اوكي، طيب احنا هنبتدي تشابتر 3 هناخده على تو ليكتشر، الليكتشر دي والثلاث الجايه ان شاء الله. الجزء بتاع النهارده هو بارت 1 من التشابتر 3، والجزء الثاني من الشابتر هنخلصه الليكتشر الجاي. كل الاوبريشن اللي احنا هنعملها على الايمج في التايم دومين او السبيشال دومين هنرجع نعملها ثاني في الفريكوينسي دومين. يعني ده معناه ان انا لما هستخدم فلتر، يعني غالبا المره الجايه لما استخدم اي فلتر وات ايفر بقى نوعه، لو باس فلتر، هاي باس فلتر، باند باس فلتر، اي شكل الفلتر اللي انا هستخدمه في التايم دومين، اتوقع ان انا هعمل نفس الاوبريشن، نفس الفانكشن بتاعه الفلتر ده في الفريكوينسي دومين الشابتر اللي بعده. اوكي، طيب خلينا نبتدي. احنا عايزين ديفاين تو دومينز اللي احنا هنشتغل عليه.
طيب احنا عندنا تو دومينز، عندنا اول واحد اللي هو السبيشال دومين. سبيشال دومين هو ايكويفالنت للتايم دومين، ايكويفالنت للتايم دومين. اوكي تايم دومين اللي هو ايه؟ تايم دومين في ال1 دايمنشن تايم دومين. كويس. سبيشال دومين ده معناه ان انا هعمل الاوبريشن او البروسيس اللي انا هعملها على الايمج دايركت. طب وازاي يعني؟ ان الايمج بتاعتي عباره عن ماتريكس كده فيها شويه انتنستي ومديها لي والله البيكسل دي الانتنستي بتاعتها قد كده، البيكسل دي قد كده. اتفقنا ان الفاليو بتاعه الانتنستي هي واحده من الليفلز. انا بكتب الفاليو دي في كام بت، يبقى انا عندي الفاليو دي من 0 لغايه 2 باور عدد البيتس اللي هم n ماينس 1. ان جنرال الان دي لو انا هكتب ان مثلا ب 8 اللي هو 8 بت، يبقى من 0 ل 255. يبقى انا هلاقي في الامج هنا فاليو في الرينج ده هي دي الانتنستي بتاعه البيكسل. طيب سبيشال دومين او تايم دومين ده معناه ان انا هشتغل على الفاليو بتاعه الانتنستي دايركت. طيب ده اللي هو مين؟ ده اللي هو تشابتر 3 اللي احنا فيه دلوقتي. بعد كده هناخد الترانسفورم دومين، بقى هنشتغل على الفورير ترانسفورم اللي هو 2D يعني، عشان دي ايمج اكس واي، ده اللي هو تشابتر 4. طيب ده معناه ان انا هعمل ايه بقى؟ هعمل ترانسفورميشن، يبقى عندي كوفيشنت مش عندي الانتنستي زي ما هي، لا عندي كوفيشنت. هي الكوفيشنت دي هي دي اللي انا هعمل عليها البروسيس. طيب بعد ما اعمل الفانكشن اللي هعملها او البروسيس اللي هعملها هرجع اعمل ايه بقى؟ ارجعها لاصلها تاني، ارجعها الانتنستي تاني. يعني انا في السبيشال دومين بشتغل على الانتنستي دايركت، في الترانسفورميشن دومين اللي احنا هنستخدمه اللي هو فورير ترانسفورم هنعمل الفورير ترانسفورم نجيب كوفيشنت نعمل عليها الاوبريشن مش الانتنستي دايركت، وبعدين نبقى نشوف بقى هنرتاحها ازاي. يعني هنا مثلا انا هاخد الايمج اهي، هروح اعمل لها فورير ترانسفورم وبعدين اعمل الاوبريشن اللي انا عايزها، يعني ابلاي الاوبريشن مثلا او الفانكشن اللي انا عايزها. وبعدين اروح ارجعها لاصلها عشان اعرف اشوفها ايمج تاني، فاعمل فورير ترانسفورم في الانفرس بقى. اوكي طيب تاني عشان الناس ما تتوهش مننا، احنا هنشتغل على دلوقتي على السبيشال دومين اللي هو تشابتر 3. طيب هنشتغل ايه على السبيشال دومين دي؟ نقعد بقى نديفاين شويه بارامترز كده، وازاي نغير في شكل الانتنستي عشان انهانس الامج بتاعتنا. اوكي خلينا نحط الاول شويه ديفينيشنز كده او بارامترز كده هنستخدمها، هي دي اللي احنا هنثبتها طول التشابتر بقى نتكلم عليها. يعني لما اقول f of x y تبقى هي الامج زي ما هي ما عملناش فيها اي حاجه. g of x y ده معناه ان انا عملت عليها اوبريشن، عملت عليها حاجه. تمام واضح يا شباب ولا في مشكله؟ واضح. طيب انا هديفاين g of x y هي الموديفايد ايمج او الانهانسد ايمج، هي عباره عن شويه ترانسفورميشن للايمج الاصليه اللي هي f of x و y. يعني انا لو عندي الاوبريشن اللي انا عايز اعملها دي، زي مثلا هدخل هنا ال f of x و y هدخلها على اوبريشن تتعمل هطلع g. طيب الجي دي الجي دي هي الاوتبوت او الامج الجديده اللي انا هعرف اشوفها. طب الترانسفورميشن ده هيتعمل على ايه؟ هيتعمل على البوينتس بتاعتي البيكسلز بتاعه الامج دي. طيب هيتعمل على كل البيكسلز ولا على بيكسلز معينه؟ على حسب بقى انا عايز اعمل اوبريشن شكلها عامل ازاي. طب في البدايه خالص خلينا نديفاين ان الامج بتاعتي انا مقسمها اهو بيكسلز. لو انا عندي دي اكس وواي وزد، سوري اكس وواي، اوكي
البكسل بتاعتي دي اقدر اجيب 3 في 3 نيتورز بتوعها. ايه ال 3 في 3 نيتورز بتوعها؟ دول النيبرز من كل الدايركشن، يعني الفاليو بتاعه الانتنسيتي بتاعه اكس واي دي اقدر اجيب النيبرز بتوعها، يعني كل الفاليوز اللي حواليها اللي كنا بنسميهم اللكتشر اللي فاتت ان 8 اوف بي. لو انا قلت ان البي البوينت بتاعتي دي هي ليها دايمنشن اكس واي، فدول انا اقدر احدد الثلاثة في ثلاثة نيبرز اللي هم ال n 8 اوف بي. واضحه دي يا شباب ولا فيها مشكله؟ قال لك ثم ايه بقى الترانسفورميشن اللي انت عايز تعمله ده؟ قال لك في بقى الانتنسيتي ترانسفورميشن فانكشن، هو ان انا الانتنسيتي الاصليه الفاليو الاصليه بتاعتي بسميها r، يعني الفاليو بتاعت f of x 1 y 1 مثلا البكسل الاولانيه الفاليو بتاعتها بكام؟ هي ب r 1. انا هعمل ترانسفورميشن اهو كابيتال تي ده هيطلع لي فاليو جديده اسمها اس. قال لك طيب خلي بالك بقى الترانسفورميشن اللي انت عايز تعمله زي ايه؟ يعني اكزامبل هو ان انا مثلا عايز اعمل كونتراست ستريتشنج فانكشن، يعني الحاجات ما تبقاش شارب قوي، يعني ما يبقاش كده شارب كده كده ابيض يبقى كده اسود، لا انا عايز اعمل ستريتشنج للايدجز اللي موجوده في الامج. قال لك ده معناه ان انت مثلا لو ده دارك وده لايت يعني اسود وابيض، انت مش عايز ايدج ما بين الابيض والاسود، فانت هتقول الرينج ده ها هيتعمل له ترانسفورميشن للرينج اكبر شويه، يعني ما يبقاش عندي حاجه ايدج كده ما بين فاليو ما الاقيش في الفاليوز بتاعه الايمج 0 جنبها 255، ما الاقيش كده، ما الاقيش اسود وابيض جنب بعض. طيب ممكن اعمل فانكشن ثانيه اقول لا والله انا عايز اعمل ثريشولد فانكشن، يعني يعني الفاليوز اللي كلها اقل من الكي، القيمه بتاعت الار كلها اقل من الكي تطلع بالزيرو، كلها اكبر من الكي كلها تطلع بفاليو معينه، عايز اعمل ثريشولد كده على حسب الترانسفورميشن اللي انا هحطه. ايه هي الفانكشن اللي انا عايز احطها؟ خلينا ناخد اكزامبل بقى لشويه فانكشنز كده. اول حاجه قال لك البيزك انتنسيتي ترانسفورميشن فانكشن، في منها حاجه اسمها نيجاتيف. نيجاتيف يعني ايه؟ يعني الابيض يبقى اسود والاسود يبقى ابيض، او الفانكشن اللي هو شكل اللي احنا قلنا عليها اللكتشر اللي فاتت اللي هو انفرتر، يعني يعكس اللون. طيب اوكي، قال لك في فانكشنز ثانيه زي ايه بقى؟ زي ان انا اعمل اللوج، اعمل الانفرس لوج، اعمل باور، الباور دي بوزيتيف يعني انتجر اقل من ال1. اشوف بقى انا عايز اعرف شويه ترانسفورميشن دول هعملهم ازاي او هيأثروا ازاي. لو احنا مثلا خدنا النيجاتيف، كويس نيجاتيف يعني ايه؟ يعني انا عايز اجيب الكومبلمنت بتاع الانتنسيتي بتاعه الايمج، يعني انا هعمل شير سكرين من الماتلاب وقولوا لي هل هو واضح ولا لا. هل الماتلاب واضح يا شباب؟ ايوه واضح طيب خلي بالك احنا بنقول احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل عايزين نعمل النيجاتيف بتاع الايمج. النيجاتيف بتاع الايمج لو احنا رجعنا للسلايد هنلاقيها ايه؟ هنلاقي ان احنا عندنا الانتنسيتي ار، انا عايز اجيب الكومبلمنت اللي يكملها ال ماينس ال 1، يعني من 0 ل 255. لو الانتنسيتي بزيرو انا عايزه يطلعها 255. طب تعالى ايه نبص كده، لو انا عملت ران للامج
طيب نشوف هنعرف ايه. انا عندي ايمج هنا لو انتوا باصين على الكود، انا عندي ايمج هقراها، فانا كاتبه اي هي الريدنج اي ريد بتاع الايمج بتاعها. طب وبعدين بقول له وريها لي بقى. طب بعد ما ايمج شو وريني الايمج دي، هروح اعمل ايه بقى؟ هقول له والله انا عايز الانفرتنج. الانفرتنج اللي هو مين؟ يعني 255 ماينس الانتنس اللي دخلت لك، والاوتبوت بتاعك وريهولي، وريني الايمج الجديده. انا هحاول، انا عملت رن، هحاول اوريكم الايه الريزلت اللي طلعت. اه دي الايمج الاصليه، هل واضحه؟ ايوه واضحه دلوقتي. طيب دي الايمج الاصليه موجوده في الكتاب، ان حد كان عامل اكس راي مثلا والصوره كلها اسود كده، وهو عايز يشوف الديتيلز بتاعت الجزء ده كويس. فهو عايز يعمل ايه؟ عايز يجيب الكومبلمنت او النيجاتيف بتاع الايمج دي. فانا هعمل شير للي طلع لي بقى. انا قلت انا هعمل اي ماينس الايمج دي ماينس الانتنست دي ماينس 255. طيب تعال نشوف طلعت ايه بقى. طلعت فيجر 2 بقى، فيجر 2 اهو. ها هل واضح؟ هل واضح يا شباب الفيجر ايه اللي حصل؟ اه جاب الكومبلمنت. يعني انا عملت ايه؟ دخلت الانتنسيتي، رحت جبت الانفرت بتاعها او النيجاتيف بتاعها وطلعته، بحيث ان انا يبقى عندي واضح حاجه معينه كنت عايزه ابص عليها. طيب تعالوا نرجع بقى ايه، نشير السلايد. طيب انا ليه بوريك الماتلاب؟ عشان بس تبقى متابع معايا في اللكتشر كده، الدنيا واضحه معاك، بحيث ان تبقى شايف هو صحيح اللي بيحصل ده ايه. يعني احنا بنتكلم بس الكلام ده بيحصل. اه انا هدخل الامج، هتصرف، هشوف لها حل بقى. اول ستيب سهله خالص، رحنا عملنا هي ايه، وان انا جبت الانفرتنج بتاع الامج، اي زيرو خليته ب1 واي 1 خليته بزيرو، وجبت الكومبلمنت كمان. يعني ايه؟ يعني الاوتبوت اللي طالع او الاس انا جبت مين؟ انا جبت الاس. الاس ده هو الاوبريشن اللي كنت عايز اعملها، هو النيجاتيف بتاع الامج. تعالوا بص كده، هتلاقوا انتوا في الكتاب الاكزامبل ده، ادي الامج اللي احنا كنا مدخلينها، ادي الامج اللي احنا لسه عاملينها على الماتلاب، كنا لسه مدخلين الامج دي ورحنا جبنا النيجاتيف بتاعها فطلع لنا الامج دي. طيب الماتلاب كود اللي انا اقدر اعمل بيه كده هتلاقوني دايما كاتباه لكم فوق. اوكي هتلاقوني دايما كاتباه فوق. واضحه يا شباب ولا فيها مشكله؟ ها دكتور. طيب مهم تبقى متخيل ايه اللي بيحصل، علشان ما تبقاش السلايدز هي صور بتعدي عليك، تبقى انت فاهم انت ممكن تعمل ايه. دي الاكزامبل الاولاني، ان انا كان عندي ايمج وعايزه اجيب النيجاتيف. اه هو ده الجزء اللي انا كنت عايزه ابص عليه، فده اللي خلاني اروح اعمل انفرتنج عشان اعرف الديتيلز تبان احسن او اكتر. من ضمن الحاجات برضو ان انا اعمل لوج ترانسفورميشن. طيب
لوك ترانسفورميشن ممكن استخدم في اللوك ترانسفورميشن ده استخدمه في الفورير ترانسفورم، يعني بعد ما اعمل فورير ترانسفورم اعمل اللوك ده اشوف هيأثر عندي ازاي. ده هنتكلم عليه ان ديتيل في الايه في تشابتر 4. من ضمن الفانكشنز كمان هي الجاما ترانسفورميشن. ايه الجاما ترانسفورميشن ده؟ ان الانتنست الجديده اللي تطلع هي الانتنست القديمه باور جاما وتايمز الكونستنت. باور جاما على حسب الجاما دي، لو الفاليو بتاعت الجاما دي less than ال 1 يعني هي انتجر هي بوزيتيف بكل حاجه بس less than ال 1 يبقى دي هتتعامل مع الدارك اريا. طيب لو الجاما دي greater than ال 1 يبقى هي هتتعامل مع اللايت اريا. يعني ايه؟ تعالى نبص، لو احنا بصينا على صوره زي دي هتلاقي ايه بقى؟ هتلاقي ان دي كلها اسود في اسود كده، في ديتيلز هنا انا عايز اعرفها مش شايفها. بروح اعمل ايه؟ ابهت الصوره شويه، ابيضها شويه. ابيضها شويه يعني يعني اعمل لها باور ترانسفورميشن واخلي الباور بتاعتي الجاما بتاعتي less than ال 1. طب هتلاقيني برضو كاتبه لك فوق الكود اهو، هنعمله دلوقتي مع بعض. كاتبه الكود اهو، لو انا دخلت الايمج دي وعايز اطلع دول، طب مين دول بقى؟ بي وسي ودي. هو ان انا بغير الفاليو بتاعت الباور، مره خليتها ب 0.6، مره خليتها 0.4، مره خليتها 0.3. كل مره كنت انا عايز ابص على ايه؟ كنت عايز ابص على الحاجه الاسود في اسود دي، وبعدين انا دلوقتي شايفها بطريقه احسن. اوكي؟ طيب نبص على الاكزامبل اللي بعده وبعدين نروح نعملهم على المثلث. بص كده الصوره دي ابيض طبيض بقى، يعني الصوره دي باهته خالص، يعني انا عايزه اتعامل مع اللايت اريا، عايزه اغمقها شويه. اغمقها شويه يعني هعمل لها باور ترانسفورميشن، بس الباور اللي هي الجاما الفاليو بتاعتها اكبر من ال1. طيب هنا هخلي الجاما دي الفاليو بتاعتها ب3، هنا ب4، هنا ب5. كل ما ده كل ما انا بعمل ايه؟ بزود الكونتراست، بزود الفاليو الانتنسيتي، كل ما اديها باور اكبر كل ما الفاليو بتاعتها تزيد، كل ما الشكل يبقى اوضح. الفرق ما بين الانتنسيتي الاولانيه والثانيه، الاثنين اللي كانوا جنب بعض، واحده كانت ب 3 والثانيه ب 4، لو انا عملتها باور 2 يبقى 3 دي بقت 9 و 4 دي بقت 16. طب لو عملتها باور 3، طب لو عملتها باور 4، هلاقي ان بيحصل ايه بقى؟ بيحصل ان الايمج بتاعتي اللي كانت كلها انتنسيتي قريبه من بعض كده، انتنسيتي قريبه من بعض كلها باهته كده، لا بقت واضحه المعالم اهي. واضحه يا شباب ولا في مشكله؟ طيب احنا عندنا الماتلاب كود برضو، نقدر نبص نعمل شير للماتلاب. لو انا هشير الماتلاب اهو انا هدخل ايمج كويس اهو، هدخل الايمج وهقرا الايمج دي وهعملها والباور بتاعتها ب 0.3 زي اللي هي كانت في السلايد اللي احنا عرضناها. فانا لو هعمل رن طيب انا هعمل لكم شير للايمج اللي طلعت لي.
ادي الايمج اللي انا دخلتها، هل واضحه؟ واضحه يا دكتور. كويس، دي الايمج اللي انا دخلتها. انا عايز اعرف بعد ما خليت الباور بوينت 3 شكلها هيبقى عامل ازاي. اوكي، فانا هروح اشير الايمج الثانيه اللي طلعت لي، الاوتبوت بقى اللي طلع لي ده اهو. انا عملت ايه بقى؟ انا زودت كميه الابيض بحيث ان الديتيلز اللي انا كنت عايزه ابص عليها اللي كانت مسوده قوي دي ان انا شفتها. دي نفس الايمج اللي موجوده في الايه؟ في الكتاب. طيب لو انا عايز اعمل الباور بتاعتي اللي هي ب 3 و 4، ان انا الصوره كانت باهته وانا عايزها تغمق اللي هو العكس يعني. طيب نعملها ازاي؟ نروح على الماتلاب تاني. بعد كده هتلاقوني كاتبه لكم الكود وانتوا تقدروا تاخدوه تعملوا له ران بسهوله. طيب انا بس حطيت الكود هنا ان هو يخلي الباور ب 3. دي الصوره الانبوت اللي انا دخلتها، واضحه؟ ايوه واضحه يا دكتور. طيب دي الصوره اللي كانت باهته خالص كده ومش واضحه، لما انا عملت لها دخلتها عملت عليها الباور ترانسفورميشن. تعالوا نبص نشير الايه الامثله الجديده. اهي بقت واضحه خالص اهي. اوكي، ده انا اقدر استخدم الباور ترانسفورميشن بان انا اخلي الايمج بتاعتي لو هي الابيض فيها كتير قوي او باهته يعني اقدر اعمل عليها شويه بروسس بحيث ان انا اطلع احسن الرؤيه بتاعتها. واضح كده يا شباب ولا ايه؟ متخيلين احنا بنعمل ايه؟ ايوه. نكمل السلايدز، هتلاقوني بقى دايما كاتبه لكم على جنب كده الكود اللي بيعمل ايه؟ بيعمل في الايمج بالشكل ده. طيب هل
شباب، هل السلايدز واضحة؟ واضحة دكتور. طيب يبقى احنا بصينا على شوية ترانسفورميشن كده. لو انا جبت النيجاتيف بتاع الايمج، لو انا عملت جاما ترانسفورميشن على حسب الفاليو بتاعت الجاما دي، هيقدر يتعامل مع اذا كانت الايمج بتاعتي المعظم فيها دارك وانا عايز اخليها وايت شويه، او المعظم فيها وايت وانا عايز اخليها دارك شويه. دايما قلنا هيبقى عندنا الكود بتاع الماتلاب هتلاقيه كده على جنب. اوكي طيب في حاجه مهمه قوي بقى، احنا عندنا حاجه اسمها هيستوجرام. ايه الهيستوجرام ده بقى؟ هو توزيعة الانتنسي في الامج. يعني ايه توزيعة الانتنسي في الامج؟ يعني الامج اللي كلها ابيض هتلاقي probability ان انا الاقي الالوان اللون الابيض ده probability بتاعته كبيرة قوي. طب الامج اللي هي كانت كلها اسود في اسود دي، ده probability بتاعة الامج، الامج دي probability بتاعة الدارك probability عالية جدا. طيب يعني الهيستوجرام هو ان انا عايز اشوف توزيعة الانتنستي البروبابيلتي بتاعتها قد ايه. طيب ليه؟ هعمل كذا فانكشن بقى. هعمل حاجة اسمها ايكوالايزيشن، يعني خليهم كلهم تقريبا نفس البروبابيلتي واشوف تأثير ده على الامج هيبقى عامل ازاي. هعمل حاجة اسمها ماتشنج، والله انا عايز اعمل توزيعة معينة، توزيعة التنسي معينه واشوف شكلها الاوتبوت بتاعها على الامج هيعمل ايه. الكلام ده لو انا هتكلم على السايز بتاع الامج على بعض، الامج كلها كده. طب ينفع اعمل هيستوجرام على حته حته يعني جزء جزء؟ في حاجه اسمها لوكال هيستوجرام بروسيسنج. طيب اقدر استخدم كمان شويه statistics عشان امبروف او انهانس الايه الامج بتاعها. خلينا في البدايه نبتدي كده ان انا اديفاين ايه هو الهيستوجرام. الهيستوجرام هو البروبابيلتي بتاعه الانتنس. يعني ايه؟ يعني انا عندي مثلا الامج بتاعتي اهي، دي الامج عباره عن ايه بقى؟ عباره عن شويه انتنس كده، R نود و R نود و R1 و R2 و R3. مين R دول؟ دول الانتنس بتوعي، دي بزيرو ودي بزيرو ودي ب1 ودي ب3 ودي ب15. الانتنس دول انا عايز اعرف عدد كل واحدة منهم قد ايه. يعني ايه عدد كل واحدة؟ يعني R نود دي الانتنس الاولانية دي بتتكرر كام مرة في السايز ده؟ أنا هقول إن دي M بيكسلز، دي N بيكسلز، يبقى السايز بتاع الإيمج بتاعي هو M تايمز الـ N. كويس، يبقى أنا هديفاين H of RK عدد البيكسل اللي ليهم انتنستي اسمها RK، عددهم كام؟ M K. ان كي نمبر اوف بيكسلز ان ذا ايمج ويز انتنسيتي ار. واضحه البوينت دي يا شباب ولا فيها مشكله؟ واضحه يا دكتور. قال لك طب انا عايز اعمل probability normalization، مش عايز عدد، مش عايز ان كي بكام، انا عايز اعرف هي ريليتيف للتوتال بقد ايه. فانا هعمل normalize the histogram. ايه النورماليز هيستوجرام؟ هو البروبابيلتي كل انتنستي كام؟ اللي هو عددهم على التوتال نمبر اوف بيكسلز اللي موجوده في الامج. الامج دي السايز بتاعها ام اف ان، يبقى التوتال ام اف ان. ماشي. الار كي بتتكرر ان كي مره، يبقى البروبابيلتي بتاعتها هي ان كي اوفر ام تايم ان. اوكي كده؟ واضحه البوينت دي؟ ايوه واضحه. خلينا نقول بقى عندنا الامج اللي قدامنا، الامج اللي قدامنا دي احنا عايزين نحسب لها الهيستوجرام بتاعها. كويس، عايزين نحسب
البي دي اف والسي دي اف والميل والفارينس. مش انت هتحسب probability؟ طيب probability اقدر احسب الميل، هحسب probability من شوية انتنستن يبقى انا اقدر احسب الميل، اقدر احسب الفارينس. طيب تعالوا نشوف كده، هو والله انا عندي امج متقسمة ثلاثة انتنستن، واحدة الانتنست بتاعتها ب 30 ودي السايز بتاعها 20 تايمز 20. مين 20 تايمز 20؟ يعني 20 بيكسل اكس 20 بيكسل واي. طيب دي السايز بتاعها 60 بيكسل تايمز 60 بيكسل اهو، والانتنست ب 20 او الانتنست هنا ب 10 ها، والسايز ده هو 100 تايمز 100. هو مديني الامج دي وقال لي روح بقى احسب الحاجات دي. طب هحسبها ازاي؟ بسيطة، أنا عندي الانتنسز بتوعي دول من 0 ل 255 على أساس إن أنا كنت شغال إيه، تمام؟ طب ما هو الانتنسز دول مش كلهم موجودين، أوكي؟ اللي مش موجود بصفر، اللي مش موجود معايا ب 0. مين اللي موجود؟ اللي موجود معايا هو ال 10 وال 20 وال 30. خلينا نبتدي الاول، اي واحد مثلا الانتنسي اللي جوه خالص اللي هي 30 دي اهي، عدد البيكسلز دول كام؟ 20 تايمز 20 يبقى 400 اهم، دول عددهم 400. طيب الانتنسي اللي هي 20 هي كل العدد ده 60 تايمز 60 بس ما انساش اسبتراكت منهم الحته دي. طيب 60 تايمز 60 يطلع كام؟ 3600. اه يعني 006 تايمز 6 36 كويس. اه بس اسبتراكت الحته دي لان هي ليها انتنستي مختلفه اللي هي 400 دول، يبقى 360 دول عدد البكسل ماينس ال 400 بتوعي دول اللي طلعوا هنا، فيبقى عددهم هنا 300 سوري 3200 اهم. يبقى انا بجيب عدد البكسل اتش اوف ار، عدد البكسل اللي ليهم الانفينيتي ار. طب استنى خلاص، استنى ده هو 100 تايمز ال 100 يعني 10000، بس لازم اسبتراكت منهم الحته دي، يبقى عدد البيكسلز اللي ليها انتنسيتي 10 هتطلع ب 6400. واضحه لغايه هنا يا شباب ولا في مشكله؟ طيب بعد كده انا محتاجه اعمل ايه؟ محتاجه احسب البروبابيلتي، البروبابيلتي بتاعه كل انتنسيتي من دول. طالما عندي عدد البيكسل ديفايد السايز بتاع الامج او عدد التوتال نمبر اوف بيكسلز اللي في الامج، اقدر اجيب مين؟ اقدر اجيب البروبابيلتي. طيب التوتال نمبر اوف بيكسلز هم 10000 اهم، ادي 100 تايمز ال 100 كويس. خلاص يبقى انا هعمل ايه بقى؟ هاخد النمبر ده اللي هو ال ان كي ديفايدد التوتال اللي هم ان تايمز الان، اجيب البروبابيلتي. البروبابيلتي هنا ب 0.64 وهنا 0.32 وهنا كام؟ هنا 0.04. حسبت البروبابيلتي. طب وبقيه البروبابيلتيز اللي في التيبل بزيرو، طب السي دي اف ايه؟ السي دي اف ده الكوميوليتد ديستريبيوشن فانكشن. يعني ايه كوميوليتد؟ من التجميع، يعني الفاليو دي بكام؟ تفضل زي ما هي، كل ما اكبر الانفينيتي كل ما اجمع. عند 20 اجمع الاثنين دول 10 و 20 يعني يطلع بوينت كام؟
هنا 9 وهنا 6. طيب وهنا الصم كل الانتنس الظهري يبقى الباليه دي 1. يبقى انا حسبت كمان السي دي اف. يبقى انا جيفن ليا ايمج قدرت اجيب من الانتنسز اللي هو مديها لي قدرت اجيب اتش اوف ار قدرت اجيب بي اوف ار بروبابيلتي والسي دي اف كمان ده الكوميليت. قال لك طيب بس انا عايزك تحسب كمان المين والفاريو مش دول فاندم بالبروبابيلتي هم. خلاص احسب لي المين. المين ده احسبه ازاي؟ ميو ده هو سيجما كل انتنسيتي كل انتنسيتي في البروبابيلتي بتاعتها يعني ار كي مثلا تايمز دي اوف ار كي. على كل الايه الانتنسيتي اللي موجود اللي هم مين من كي دي يساوي 0 ل ال ماينس 1. يعني ايه بقى؟ يعني 10 تايمز البروبابيلتي بتاعتها بلس 20 تايمز البروبابيلتي بتاعتها بلس 30 تايمز البروبابيلتي بتاعتها والباقي كله هيطلع لي 0. طيب اطلع ان الانتنسيتي الافرج بتاعها او المين بتاعها الفاليو بتاعته بكام؟ لو رحت حسبتها تطلع 50. طيب راندوم وحسبنا المين نقدر نحسب الفارينس هو سيجما سكوير. سيجما سكوير هو مين؟ هو سيجما البروبابيلتي انا هسميها بي كي مثلا بي كي اللي هي بي ار لما الار تساوي كي تايمز ار كي ماينس النيو والباور ده الفاليو. خلاص انا عارف الانتنسيتي كام ب 10 ماينس النيو اللي هو 14 4 باور 2 تايمز البروبابيلتي اللي هي 0.64 اطلع الفاليو بلس اللي بعدها بلس اللي بعدها الاقي ان الفارينس ده ب 32. اوكي واضح لغايه هنا شباب ولا في مشكله؟ دكتور معلش ممكن 14 جت ازاي؟ طيب 14 جت ازاي؟ انا رحت حسبت المين مش دول probability لانتنسيف. طيب انا اقدر احسب الاكسبكتد فاليو او المين او الافريج بتاع الانتنسيف دول بحسبه على اي اساس؟ كل انتنسيتي في البروبابيلتي بتاعتها سيجما كل انتنسيتي في البروبابيلتي بتاعتها. يعني يعني الانتنسيتي 10 دي تايمز البروبابيلتي بتاعتها اللي هي 0.64 انتنسيتي 20 تايمز البروبابيلتي بتاعتها اللي هي 32.32 بلس 30 تايمز البروبابيلتي بتاعتها. لما بعمل كده يبقى انا جبت الافريج او المين للانتنسيتي بتاعه الام دي دي. واضحه كده ولا فيها مشكله؟ تمام يا دكتور. طيب ليه انا بعمل كده؟ انا بجيب بس شويه معلومات عن الامج بتاعتي. يعني ايه شويه معلومات عن الامج بتاعتي؟ دلوقتي الانتنسيتي بتوعي دول راندوم. انا بقدر احسب البروبابيلتي بتاعت كل واحده حسبت المين والفارينس. لو انتوا فاكرين اخر سلايد في اللكتشر اللي فاتت كنا راسمين ثلاثه سلايد كده لاينشتاين ها بديفرنت ستاندرد ديفيشن اللي هو يعني السكوير روت بتاع الفارينس يعني. اوكي لقينا ايه بقى؟ ان انا كل ما هزود الستاندرد ديفيشن ده معناه ايه؟ او كل ما الفاليو بتاعت الفارينس تزيد كل ما ببعد كل ما ببعد عن المين كل ما ببعد عن الافريج كل ما ببعد عن الافريج ده معناه ايه؟ حد فاكر؟ يعني الستاندرد ديفيشن او الفاريانس اللي احنا حسبناه يديني انديكيشن لايه؟ للانتنسيتي كونتراست. يعني
كل ما الفاريانت ده هيزيد، كل ما انا بسبريد في الانتنس دي، كل ما هيبقى الامج بتاعتي شكلها عامل ازاي. خلينا ناخد اكزامبل. بصوا السلايد دي كده، بصوا الامج دي، واضح انها سيرفيس صح، فيها اوبجكت كده بس الالوان قريبه قوي لبعض في رينج معين. طب بصوا الامج اللي تحت اللي بعدها، هي نفسها اللي فوق بس بهتة. يعني ايه؟ يعني مشفتة كلها حوالين الرينج بس اللي في الاخر. الانتنسز الصغيرة دي معناها ان انا قريب للاسود، يعني من 0 ل 200. كل ما ببقى قريب لده يبقى اسود، قريب لده يبقى ابيض. لاحظوا كده الهيستوجرام اللي مرسوم، يعني البروبابيلتي بتاعت الانتنسز اللي مرسومه في الاربعه فيجر. اللي حد يقول لي هو شايف ايه؟ لقينا ايه يا شباب؟ لقينا ايه؟ لقينا ايه؟ احنا رسمنا هنا، رسمنا هنا الهيستوجرام بتاع الرسمه دي، الامج دي، وبعدين دي، وبعدين دي، وبعدين دي. ايه ده؟ توزيعة الانتنس بالبروبابيلتي بتاعتها او بعددها. تمام. من البروبابيلتي بتاعت اخر صوره دي كلهم زي بعض يعني. كويس، كلهم زي بعض، ده معناه ان الصوره شوف عامله ازاي. لما وزعت الانتنسيتي، ها لما وزعت الانتنسيتي تقريبا يونيفورم، ظهر لي بوضوح الاوبجكت الموجوده. لكن هما هنا الراوند مين معين، هنا المين ده في نص السكه يعني ما بين الاسود والابيض، وبعد بالشكل ده هنا اقرب للابيض وهنا اقرب للاسود. واضح يا شباب؟ واضح يا دكتور. طيب انا عشان اعمل كده، عشان اخلي الامج بتاعتي كده، انا عملت حاجه اسمها هيستوجرام ايكوالايزيشن. ايه هيستوجرام ايكوالايزيشن؟ يعني انا عايز اخلي الامج اللي تجيلي الاولانيه دي مثلا، اخد الانتنسز دي واعمل لها ترانسفورميشن، اخلي الانتنسز بتاعتها تتوزع يونيفورم. اهو هنلاقي ده ان هو تقريبا يونيفورم. اوكي؟ طيب بعمل ازاي بقى الهيستوجرام ايكوالايزيشن ده؟ قال لك اول حاجه ان الانتنسيتي ليفلز في الامج دي اللي انت بتستقبلها دي راندوم فاريبل من الانترفل على حسب عدد البيت اللي بيوصفه بيكسل الواحده من 0 ل 1. انا هعتبر ان دي ار وار بي اس اوف اس هما البروبابيلتي دنسيتي فانكشن بتاعه الامج الاصليه، والاس اللي انت عايز توصل لها. انت عندك توزيعه البروبابيلتي بتاعه الانتنسيتي الاصليه اهي، ودي الريكوايرد اللي انت محتاجها. اللي انت عايزها في الاخر ايه؟ انت في الاخر عايز البروبابيلتي دي تبقى اقرب ما يكون لليونيفورم. كل الانتنسيتي في الامج متوزعه بنفس الايه الطريقه. قال لك ده الاوبجيكتيف، يعني الاوبجيكتيف انا عندي دي ار في ار اهي بتتوزع راندوم كده من الزيرو لغايه ان ماينس ال1. انا عايز اعمل ايكوالايزيشن، عايز بي اس اوف اس يونيفورم. طب هو يونيفورم ده توزعته ازاي؟
من 0 ل ماينس ال 1 لكل الليفلز اللي موجوده، يبقى البروبابيلتي دي 1 اوفر الديفرنس ده 1 اوفر ل ماينس 1. ده البي دي اف بتاع اليونيفورم ديستريبيوشن. البي دي اف بتاع اليونيفورم ديستريبيوشن كنت بجيبه ازاي؟ يونيفورم يعني كلهم ليهم نفس البروبابيلتي في الرينج من 0 ل ال ماينس 1، لازم الاريا دي كلها تبقى بتساوي 1. دي ب ال ماينس 1 يبقى اكيد ده 1 اوفر الديفرنس ده، يبقى 1 اوفر ال ماينس 1. ماشي، يعني انا عندي ايمج ليها probability distribution اهو، وانا عايز اعمل ايكواليزيشن اخليها ايه؟ اخليها يونيفورم. ليه؟ عشان اوصل من الامج الاولانيه دي او الثانيه او الثالثه اللي هما مش مظبوطين، بان انا اعمل ايكواليزيشن واخليهم تقريبا يونيفورم واوصل للاخرين. طيب قال لك طيب الترانسفورميشن اللي انت هتعمله، انت عايز اس الجديده هي ترانسفورميشن بتاعت الار. طب والار هي فرنج من 0 ل ال ناقص الواحد. قالك طيب خلي بالك بقى، في اوف ار دي ممكن تبقى ستريكلي مونوتونيكالي انكريزنج فانكشن. ايه ده؟ ايه الكلام الكبير ده؟ قالك خلي بالك بقى، انت لو انت بتتكلم على ترانسفورميشن ياخد رينج يخليه فاليو، ده هيبقى اسمه مونوتونيكالي. لكن لو انت هتاخد كل فاليو وتحولها لفاليو تانية، ده اسمه ستريكتلي مونوتونيكالي. كويس؟ ده الفرق بين الاثنين فانكشن او بين الاثنين ترانسفورميشن. ده ياخد رينج ويخليه فاليو، ولكن ده هيعمل مابنج، كل فاليو هنا هيقابلها فاليو هناك. كويس كده؟ طيب V of R هتطلع لي intensity في نفس الرينج اللي هو من 0 ل L ناقص 1. كويس كده؟ طيب هعمله ازاي؟ لك انا في البدايه هحط ان هو continuous ولا discrete؟ في البدايه هفترض ان هو continuous. فهقول BS of S DS هي BR of R DR، مش هما في الآخر هيطلعوا نفس الامج؟ يبقى أنا عايز probability بتاعة الفاليوز الجديدة اللي هتطلع DS هي probability بتاعة الفاليوز القديمة اللي كانت عندي DR. كويس أوي. هقول بقى إن الاس أو الترانسفورميشن ده هو ال ماينس ال 1 عدد الليفل بتوع دول ال ماينس ال 1 انتجريشن من 0 ل ار بي ار، واحط اي اربيتري فاريبل علشان ابقى انتجريت على الار بي ار اوف دبليو دي دبليو. كويس، هعمل هطلع من ده ايه؟ يبقى دي اس باي دي ار هي دي بي اوف ار باي دي ار، اللي هو هروح اعمل ديفرنشيشن للكلام ده. طيب لما اعمل ديفرنشيشن للكلام ده يطلع لي ال ماينس ال 1 تايمز ال بي ار. يبقى ال بي اس اوف اس الديستريبيوشن الجديد بتاع الانتنستي هو عبارة عن دي ار اوف ار دي ار على دي اس. جبنا دي منين؟ لان احنا حاطين قلنا ان البي اس دي اس هي دي ار دي ار. طيب يبقى البي اس الجديدة هي دي ار اللي كانت عندي ديفايد دي اس اوفر دي ار، دي اس اوفر دي ار اللي انا لسه جايبها اهو. يبقى انا قدرت اضبط ان الديستريبيوشن الجديد اللي انا هعمله هو له يونيفورم ديستريبيوشن اللي هو واحد على ال ماينس ال 1. واضح لغايه هنا يا شباب ولا في مشكله؟ واضح يا دكتور. هو بس ال دبليو بس
دلوقتي انا بانتجريت على الار، فما ينفعش احط الار جوه. انا حطيت اي فاريبل سميته اي حاجه. في حد عنده اي سؤال تاني؟ ناخد الاكزام. كل الناس تقرا الاكزام بالباي وتقولي ايه المطلوب. ايه المطلوب يا شباب في الاكزام بالباي؟ انا اجيب التي التي دين اس دين بي ار لاند بي ار لاند. هو عايز يجيب ايه؟ هو عايز الترانسفورميشن فانكشن اللي هي تي مفروض. طيب تمام. خلينا ناخد برضه ايه الناس اللي بتجاوب دي اسمها ايه؟ احنا عملنا المره اللي فاتت كده صح؟ اوكي. احنا هناك تركيز. قولي لي اسمك ايه بقى؟ مروان؟ ايوه انا بطل. عندي الاي دي من المره اللي فاتت يا مروان. اوكي. طيب. دلوقتي انا هو جيبن ليا بي ار اوف ار، يعني البروبابيلتي بتاعت الانتنسيف اللي موجوده للامل، وهو عايز يعمل لها ايكولايزيشن، فعايز يجيب الترانسفورميشن اللي اعمله ايه بحيث ان الجديد يبقى البروبابيلتي بتاعته يونيفورم. سهل قوي. انا هقول ان الاس اللي هي الترانسفورميشن بتاع الار هي ال ماينس 1 في الانتجريشن من 0 لار والبروبابيلتي اللي هو مديها لي. خلاص اروح اعوض بالبروبابيلتي اللي هو مديها لي. طلعت الترانسفورميشن اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه اس اللي هو طلع. اوكي؟ سهل قوي. لو انا عندي كونتينيوس فاروح اشوف الايكويشن دي، اخدت البروبابيلتي اللي هو مديها لي انتجريت، يبقى انا طلعت الترانسفورميشن الجديد الفاليوز الجديده. القيم بتاعت الاس دي اللي هي تي اوف ار دي هتطلع بالكامل. دي لو كانت continuous case. يعني ايه continuous case؟ يعني هو مديني بي ار اوف ار عباره عن function وانا هحطها في integration. طب لو هي discrete بقى؟ لو هي discrete يبقى انا هاخد intensity intensity اللي هي ار كي واخليها اس كي. هخلي كل ار كي كل ار كي باس كي. طيب بنفس الطريقة أنا مش قلت عايز بينهم يونيفورم، يبقى أنا هسيب ال ماينس ال 1 أهي وهخلي الانتجريشن ده سمشن لكل الإيه؟ لكل البروبابيلتي. ده ديفينيشن عشان أجيب الانتنسيتي الجديدة. لو أنا عايز أخلي الإيمج الانتنسيتي بتاعتها إيكوالي بروبابل أو يونيفورم ديستريبيوشن. طيب البروبابيلتي الواحده هي مين؟ هي عدد البيكسلز اللي ليهم انتنستي دي على التوتال نمبر اوف بيكسلز. كويس. اللي هم مين بقى؟ اللي هم ان اي او ان جي اوفر التوتال. يبقى انا اقدر احطها بالشكل ده ال ماينس ال 1 اوفر ام ان سيجما عدد البيكسلز دول. يعني لو هو مديني البروبابيلتي في البروبلم بتاعتي يبقى خلاص هروح اسبستيتيوت في الاولانيه. لو هو مديني نمبر يبقى انا هستخدم الثاني. عشان اعمل ايه؟ عشان اجيب الاس كي اللي هي مين؟ اللي هي الانتنستي الجديده اللي هم probability density function بتاعتهم ايه؟ يونيفورم. طيب يبقى هي الطريقه دي
اللي هتوريني ازاي هعمل الترانسفورميشن او ازاي هعمل هيستوجرام ايكوالايزيشن. ناخد اكزامبل. كل الناس بقى تبص على الاكزامبل كده وتقول لي هو عايز ايه. يعني هجيب الاس بتاعت كل واحدة، يعني اس زيرو الاس بتاعت الار ون الار نوت وكده. كويس اوي. دي هجيبها ازاي؟ هو مديني الان ولا مديني البروبابيلتي؟ هو مديني الاثنين صح؟ اه. الاسهل استخدم مين فيهم؟ استخدم الان ولا استخدم البروبابيلتي اللي هو مديني؟ probability انت عارف. اه probability اسهل. مين فرح؟ ايوه صح. طب قولي بقى الاي دي، انا ما خدتوش قبل كده. الاي دي بتاعت 17 بي 3012. يبقى انا هستخدم probability دي اسهل حاجه. ليه؟ بدل ما اروح اجيب ال n divided ال m times ال n، طب هو مديها لي صحيح، هو مديني ال n times ال n اهو هنا في الاكزامبل، بس انا ايه عليا يعني؟ ما هو حاسبها اهو. خلاص يبقى انا عايز اجيب الاس. تعالى نشوف نجيب الاس ازاي. ادي التيبل اهو، ادي التيبل اللي هو جيفن، وانا عايز احسب بقى اس نود هي مين؟ احنا قلنا الا ماينس ال1، وهو قال في الاكزامبل ان هم 8، يبقى 7 تايمز probability من جي تساوي 0 ل 0 اهو، من 0 ل 0 يعني ار نود، يبقى اس نود طلعت بكام؟ طلعت بده. كويس. لازم اعمل لها راوندنج، يعني اخليها انتجر يعني، فالفاليو بتاعتي دي هتبقى بوم. اوكي. طب اس 2 تطلع بكام؟ اس 1 تطلع بكام؟ اس 1 لو انا عايز احسب اس 1، اس 1 تبقى ايه؟ عشان مش من 0 لواحد صح، اللي هو ايه بقى؟ تعرف تعملوا لي 7. ايوه سمشن من جي بتساوي 0 لواحد. ماشي 7 تايمز الترمين، هحط الترمين هما مين ومين بقى؟ 0.19 ايوه و 0.25 صح. ليه بقى؟ انا رحت عملت سميشن من جي تساوي 0 ل 1، يعني انا هاخد البروبابيلتي دي بلس البروبابيلتي دي. اوكي ورحت حسبتها اهي. طيب 3.08 اه دي هتطلع بكام؟ تمام كده؟ واضح انا بعمل ايه؟ انا بجيب انتنستس جديده من البروبابيلتي بتاعه الانتنستس القديمه عشان اخلي الجديد له يونيفورم ديستريبيوشن. ليه؟ عشان انا بعمل هيستوجرام ايكواليزيشن، فتبقى الصوره زي ما شفنا كده هتبقى اوضح. طيب اكمل بقى احسب اس 2 3 4 بنفس الطريقه، وكل رقم يطلع لي انا عايزه انتجر، عشان هروح هو ده اللي هكتبه في الفيكتور الفاليو بتاعتي. فانا عندي بكتب انتجر فاليوز، فانا بعمل راوندنج، يعني دي تبقى 5 دي تبقى 6 دي 6 برضو دي 7 دي 7 ودي اصلا 7. اوكي كده واضح لغايه هنا يا شباب؟ واضح يا دكتور. طيب يقدر يفسر لنا الرسمه دي؟ ايه دي بقى؟ دي بقيه الاكزامبل على فكره، اللي هو الرسمه الاولانيه هي البروبابيلتي القديمه، الرسمه الاخرانيه هي البروبابيلتي الجديده.
واضحة؟ مال مين اللي في النص؟ مين اللي جاوب؟ مين اللي جاوب معايا؟ مين اللي جاوب معايا من شوية؟ أنا مين اسمك ايه؟ يوسف. يوسف انا خدت الاي دي بتاعك قبل كده صح؟ اه طيب تمام. الرسمة الاولانية دي دي البروبابيلتي اللي كانت بتاعه الام. الرسمة الاخرانية دي البروبابيلتي الجديدة اللي هي تقريبا يونيفورم يعني قريبة جدا من بعض. مين اللي في النص؟ حد يقدر يقول مين اللي في النص دي؟ الترانسفورم نفسه اه ده هو ازاي يعني؟ دي القيم الاصليه اللي كانت طلعت لي. بصوا كده انا كان طلع لي 1.33 طلع لي 3. مش عارفه كام 4. كام اهو دي الارقام الاصليه اللي طلعت لي. دي الرسمه بتاعتها ار كي دي الاس كي اللي كانت طلعت. وبعد كده انا عملت راوندنج وحسبت البروبابيلتي دي. واضحه يا شباب ولا فيها مشكله؟ واضحه يا دكتور. في حد رد عليا من شويه؟ مين؟ يوسف برضو ولا كان حد تاني؟ هشام يا دكتور. هشام هشام انت اديتني الاي دي بتاعك المره اللي فاتت صح؟ اه تمام. طيب هلاقي بقى الايمج بتاعتي. الايمج بتاعتي كل واحده اهو ادي الايمج دي الاولانيه لما رحت عملت لها هيستوجرام ايكوالايزيشن بقت بالشكل ده. طب الثانيه بقى ليها شكل ثاني اهو. طب دي طب دي على حسب الانبوت انستنسز هيطلع الاوتبوت وهيطلع الهيستوجرام الجديد. اوكي يا شباب واضح الاوبجكتيف من الهيستوجرام ايكوالايزيشن؟ طيب هل الهيستوجرام ايكوالايزيشن ده كويس قوي يعني احسن حاجه؟ حد ابن حلال يرد بقى. هو ممكن لو الانتهاء لا مش دايما يعني يعني اكيد ما هياش دايما هي احسن حاجه يعني اكيد الاجابه رغم ان انا حسنت بس اكيد الاجابه لا. هيستوجرام ايكوالايزيشن بي امبروف او بي انهانس الامج لكن under condition. طيب امال ايه بقى هنعمل ايه؟ قال لك ما هو مش دايما اليونيفورم هو احسن حاجه. انت ممكن يبقى عندك specific probability density function وانت عايز تابلاي دي على الامج. يعني زي مثلا probability density function بتاعه الامج بتاعتك شكلها عامل كده وانت لا انت عايزها كده مثلا يعني ما هياش يونيفورم بس ليها شيب مختلف. شيب مختلف عن ده انت الامج ليها probability density function توزيعا فبتديني هيستجرام له شكل انت عايز تابلاي علشان يفضل الهيستجرام له probability density function ثانيه غير الاصليه ولكنها مش لازم تبقى يونيفورم. يبقى الهيستوجرام ماتشنج هو ان انا عايز ابلاي ترانسفورميشن علشان اعمل بروبابيلتي ليها ديستريبيوشن انا اللي هحدده مش لازم بقى يونيفورم. اي ديستريبيوشن انا اللي هحدده. اوكي خلاص. طيب انا هعمل ايه بقى؟ قال لك انا هحط بقى هديفاين حاجتين بي ار و ار. هو
هو الـ probability density function بتاع الـ intensity العقلية. dr of z هي الـ probability density function بتاع اللي أنا عايزه. دول بـ continuous probability density function لـ variable r و z. دي z ده الـ specified أو اللي أنا عايزه specified probability density function. ده اللي أنا عايز أوصل. اوكي هخلي الاس دي ها الحاجه اللي في النص، يعني الاس ده هو الترانسفورميشن بتاع الار اللي انا كنت عامله، واعمل ايه بقى؟ اقول والله ان الترانسفورميشن للزد هسميه جي، هو ده كمان يديني الاس. طب ازاي يعني؟ خلينا نسيب الحته دي فاضيه كده نكتب فيها. عشان بس الموضوع يبقى واضح، انا عندي ار بعمل لها ترانسفورميشن تي اوف ار يديني الاس. اوكي بعمل ترانسفورميشن تاني على الاس اطلع الزد. اوكي يعني دي كانها تي اوف اس ترانسفورميشن على الزد. طب اوكي يعني انا الاوريجينال هو الار، دي الاوريجينال هيستوجرام، كويس ده الاس ده اليونيفورم هيستوجرام، والزد ده هو الديزايرد او السبيسيفايد. اوكي طيب انا اقدر من لو عملت الانفرس بتاع الترانسفورميشن على الزد ارجع مين؟ ارجع الاس. اوكي طيب يعني انا اقدر اقول كده ان جي ماينس 1 الزد دي هي جي ماينس 1 لمين؟ للترانسفورميشن بتاع الار. هعمل ايه بقى عشان اعمل الحكايه دي؟ يعني انا دلوقتي عندي اوريجينال ايمج وعايز اوصل لسبيسيفايد هيستوجرام، همشي في السكه دي، همشي اخد دي احولها لليونيفورم واليونيفورم احوله للزد، من هنا اقدر اجيب الهيستوجرام اللي انا محتاجه او اللي انا عايزه. تعالوا نشوف بقى ازاي. اهو قال لك ان الاس ده اليونيفورم اهو اللي انا كنت عارفه، الاس ده هو تي اوف ار، وادي انا بتكلم على كونتينيوس، خلي بالك بتكلم الكيس الاولانيه انها بتبقى كونتينيوس بروبلي. هديفاين الزد فيبقى جي اوف زد هو ال ماينس ال1 الانتجريشن بتاع ده اللي هو بيساوي الاس. لو انا عايز اجيب الزد بقى، انا عملت ترانسفورميشن على الزد جبت ده، طيب يبقى الزد لوحدها هي جي ماينس 1 عكس الترانسفورميشن ده لمين؟ للاس. تعالى نشوف هنعملها ازاي. ادي بالتفصيل اهو، ادي الاس اهي هجيبها من الانتجريشن ده، ده زي ما كنا بنعملها بالظبط اللي هي اليونيفورم، وادي جي اوف زد اهي، وبعد كده هعمل ايه؟ هجيب الفاليو بتاعت الزد الجديده اللي هي جي ماينس 1 اوف اس او جي ماينس 1 اوف تي اوف ار. ليه؟ الاس هي تي اوف ار، يعني انا شلت الاس بس من هنا حطيتها تي اوف ار. ايه البروسيدير اللي هنمشي عليه عشان نقدر نعمل الحكايه دي؟ اول ستيب هجيب البروبابيلتي بتاعت
الامج الاصليه بي ار اوف ار، بعدين هروح احسب الاس. طيب بعد ما احسب الاس انا جيفن ليا سبيسيفايد بي دي اف، هعمل ايه؟ هروح احسب جي اوف زد. جي اوف زد هي مين؟ ال ماينس 1 في الانتجريشن ده في اللي انا عايزه، واروح اسويه بالاس، وبعدين اروح اعمل مابينج من ما بين الاس وما بين الزد، هطلع الفاليوز بتاعه الزد الجديده اللي هي جي ماينس 1 اوف. طيب لو الموضوع مش واضح تعالوا نبص على اكزامبل. انا هقسمه في البدايه ان انا عندي كونتينوس انتنسيتي فاليوز ليهم البروبابيلتي دنسيتي فانكشن، هو جيفن بي ار اوف ار، وبعدين جيفن بي زد اوف زد، دي الاصليه بتاعه الامج ودي الديزايرد اللي انا عايزها. ماشي، انا في الاخر محتاج ايه؟ محتاج احسب الفاليو بتاعه الزد دي بكام عشان يبقى عندي الامج الجديده. اول حاجه اول ستاب هعملها ان انا هروح اجيب الاس، لان انا اجيب تي اوف ار اللي هي البروبابيلتي اللي هو مديها لي بتاعه الامج الاصليه، وجبت الاس بكام. كويس، طلعت بالفاليو دي ان هو نفس. طب بعد كده هقول والله انا عارف انا عايز جي اوف زد ادد ديستريبيوشن ريكواير ديزاير سبيسيفايد اللي هو عايزه يعني، واروح اعمل انتجريشن واقول والله ده بيساوي مين؟ بيساوي الاس، ده بيساوي الاس. من هنا اجيب الزد بدلاله الاس بكام، ومنها اقدر اعوض واجيبها بدلاله الار اللي هي الاصليه كانت بكام. يعني الزد هنا هي ال ماينس 1 باور 2 تايمز الاس باور كل ده باور 1 اوفر 3. هروح اشيل الاس واحط الفاليو بتاعتها بدلاله الار اهي، يبقى انا قدرت اطلع الترانسفورميشن فانكشن الزد الجديده بدلاله الار القديمه كانت بتساوي كده. واضح يا شباب ولا في مشكله؟ طيب الموضوع هيبقى يعني محتاج شويه تركيز في الجزء بتاع الديسكريت. طيب خلينا الاول قبل ما نبتدي الديسكريت ناخد بريك ربع ساعه ونرجع واحده ونص، بحيث يعني ايه نبقى مركزين.